يا هلا مرحبا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. سنة 2023 قاربت على الانتهاء، فكل عام وأنتم وجميع أحبائكم بألف خير وصحة وسعادة. في حلقة اليوم راح نستعرض أقوى عروض الجمعة السوداء أو البلاك فرايدي ديلز لبرامج التسجيل والبلوجينز المقدمة من العديد من الشركات المعروفة في هذا المجال. فإذا كنت تفكر تشتري واحدة من هذه البرامج أو الإضافات، هذا هو الوقت المناسب. راح أخلي كل الروابط في وصف هذا الفيديو. وإذا كانت هذه أول مرة تشرفني فيها، معك أخوك هاشم العلوي، وفي هذه القناة نتكلم عن كل شيء له علاقة في الموسيقى وتكنولوجيا الإنتاج الموسيقي والهندسة الصوتية. إذا حاب تتعرف أكثر على هذا المجال، لا تنسى تشترك في دورة الهندسة الصوتية المجانية اللي راح أخلي رابطها تحت في وصف الفيديو. خلونا الحين نبتدي مع أول عرض، وهو خصم 80% على مجموعة البرامج المقدمة من شركة كروتوس. ويشمل هذا العرض تخفيض كبير على برامج مثل ريفورمر برو وديهيومنايزر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ملفات المؤثرات الصوتية. ينتهي هذا العرض بتاريخ 15 ديسمبر. مؤخراً بدأت في استخدام هذه المجموعة شخصياً لواحد من المشاريع اللي كنت أشتغل عليها، وبصراحة عجبتني طريقة عملها والنتائج الرائعة اللي حصلت عليها من خلال استخدام البرامج المختلفة في هذه المجموعة. العرض الثاني اللي راح نشوفه مع بعض اليوم هو من شركة Sound Particles، وهو عبارة عن خصم 50% على كل شيء موجود في متجرهم الإلكتروني. ومن أبرز البرامج اللي تتميز بها هذه المجموعة هو برنامج Sky Dust 3D Spatial Synth، وهو عبارة عن سينثسايزر فريد من نوعه، يعطينا الأصوات بنوع ستيريو إضافة إلى الأصوات بنوع Spatial or 3D Audio. وهذا العرض راح ينتهي بتاريخ 26 نوفمبر. ننتقل الآن إلى العرض الثالث على قائمتنا اليوم، وهو من شركة كليف جراند، وهو عبارة عن خصومات تصل إلى 70% على أغلب البرامج والإضافات. البرامج والإضافات المقدمة من هذه الشركة تتفاوت ما بين الآلات الموسيقية ومؤثرات صوتية وآلات خاصة بالإيقاعات. بتلاحظون أيضاً أن هناك العديد من البرامج المجانية على المتجر الإلكتروني. هذا العرض راح ينتهي تاريخ 4 ديسمبر. العرض الرابع اللي بنشوفه اليوم هو عبارة عن ريفرب اسمه Butterfly Effect. هذا الإفكت يعطينا صوت ريفرب جميل جداً، ممكن استخدامه بشكل سهل على الآلات المختلفة مثل البيانو أو الجيتار، وراح يعطينا صوت من نوع الأمبيانت، واللي مثل ما تعرفون أن صوت رائع. نسمع هاي النموذج مع بعض. والعرض الخامس على قائمتنا اليوم هو من شركة Audio Movers، واللي راح ينتهي في نهاية شهر نوفمبر. والعرض عبارة عن خصومات على مجموعة البرامج اللي تساعدك في تحويل الموسيقى إلى موسيقى من نوع Immersive Audio، وهي التقنية المعتمدة من شركة أبل للحصول على الصوت من جميع الجهات من خلال استخدام سماعاتها. شركة بورغرين ديجيتال تقدم لنا العرض السادس على قائمتنا اليوم. إذا كنت من محبي موسيقى الميتال، فمجموعة البرامج والإضافات من هذه الشركة راح تعجبك. وطوال شهر نوفمبر راح تحصل على خصم 50% على كل البرامج الموجودة. اضغط على الرابط في وصف الفيديو للحصول على التفاصيل. والعرض السابع على قائمتنا اليوم هو عبارة عن 70% خصم على مجموعة البرامج المقدمة من شركة Pulsar Audio. وهذه الشركة توفر البرامج المختلفة مثل الكمبريسر والإيكيو والمالتي باند بروسيسرز. الصراحة هذه البرامج جداً رائعة من خلال تجربتي الشخصية. شركة بيبي أوديو هذا الشهر تقدم لنا العرض الثامن على قائمتنا، وهو خصم 50% على مجموعة من برامجها، واللي تشمل الأنواع المختلفة من المؤثرات مثل برامج Smooth Operator, Transit, Super VHS, Crystalline, Spaced Out والعديد من البرامج الأخرى.
وانصحكم بتجربة برنامج كريستالون ريفرب وبرنامج ترانزيت. هذا الشهر أيضاً نلاحظ العديد من العروض الخاصة اللي تصل إلى 40% من شركة تون تراك، وهذه الشركة معروفة ببرامج مثل إيزي درامر، سوبيريور درامر وإيزي ماكس، والتخفيض راح يشمل جميع الإضافات لهذه البرامج اللي راح تساعدك في الحصول على إيقاعات حقيقية بشكل سهل وسريع. ننتقل الآن إلى العرض العاشر على قائمتنا والمقدم من شركة أوديو مودرن، وهو عبارة عن خصم 35% على جميع البرامج. من ضمن هذه البرامج برنامج كورد جام، بلاي بيت، ريفر وغيرها من البرامج اللي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في التأليف الموسيقي. آخر عرض على قائمتنا اليوم مقدم من شركة سونوكس المشهورة، وهو عبارة عن خصم يصل إلى 75% على منتجاتها إلى تاريخ 6 ديسمبر. أكيد سمعتون عن منتجات شركة سونوكس مثل الليمتر والإي كيو المعروفين بصوتهم المميز. إذا حبيتوا تشوفوا القائمة كاملة بخلي لكم الرابط في وصف الفيديو. وهذه يا شباب كانت قائمتنا اليوم لأفضل عروض الجمعة السوداء للبرامج الخاصة بالإنتاج الموسيقي. لا تنسون تعطونا اللايك وتشتركون في القناة عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من الناس حول العالم. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.